أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الخلفاء الراشدون أربعة أم هم أكثر من أربعة؟ الخلفاء الراشدون أربعة، بعضهم يلحق عمر بن عبد العزيز، وبعضهم يلحق الحسن بن علي رضي الله عنه، وخلافة الحسن مكملة مكملة، فهم أربعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.